التأثيرات الخارجية الأمريكية من تحركات داعش الإرهابية داخل الأراضي العراقية تفسر على أنها ورقة ضغط تستخدمها الإدارة الأمريكية مقابل الأصوات المطالبة بالانسحاب الأمريكي، وبالتالي تسجل على أنه خطأ سياسي وحتى عسكري من الحكومة العراقية التي يفترض أن تتولى زمام الملف الأمني، وبالتالي عليها أن ترصد تحركات داعش النائمة وتسابق بضربات استباقية لا أن تنتظر التعليمات والتوجيهات من الإدارة الأمريكية التي تستخدم هذه الورقة كأنها هي المسؤولة عن الملف العراقي وهي التي تمتلك زمام المبادرة. المتطرفون أنا أكرر وأقول أنتهم، لكن هنالك بعض السياسيين وبعض الأحزاب وبعض الجهات المخابراتية العامل بأرض العراق تختلق بعض الأزمات بالداخل وتسرب بعض المعلومات الغير حقيقية وتهم الشارع العراقي على أنه نشاط داعش ممكن أن يزداد في الفترة القادمة. هي عملية يعني صناعة وهم، وبالتالي جعل العراق أن يعيش في وهم غير حقيقي.